قدرنا نطلع من الطبقة بظروف خاصة وقدرنا نصل قوات سوريا الديمقراطية ساعدونا ووصلونا بأمان إلى مخيم من بج هذا المخيم النازحين. بالنسبة للأوضاع بمدينة الطبقة أوضاع سيئة جدا، خدمات سيئة، يعني بالنسبة للمعيشة غالية جدا بسبب الحصار، أول شيء بسبب الضرائب اللي تأخذها بحجة ديوان زكاة بالنسبة للدواعش، فعانينا كثير، يعني عانينا من غلاء الخبز بشكل متدرج، وعانينا من التجار الاستغلاليين الذين استغلوا قطع المواد والمواد اللي موجودة عندهم غلوها، وكل هذا انعكس على بشكل سلبي على الشعب بشكل عام، يعني على المواطنين. وبصراحة المواطن هناك احنا يسمونا عوام، العوام ما لهم قيمة خالص، ولا يعتبرون انه مسلمين او بشر نهائيا، يعني فقط اللي مجاهد عندهم انسان له مرتبة له مكانه بنظرهم هيك. بالنسبة انك يعني احد مواطنين المخيم، اطالب اول شيء بالكهرباء، الكهرباء لازم تكون عندنا كهرباء، اقل شيء لشحن الجوالات، يعني هاي مطلب هام. المطلب الثاني شوي الطبابة بها تقصير، يعني فقط بس هذا، ولا الخدمات كلها متوفرة مو ناقصنا شيء الحمد لله.